مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة على الساد المكتوبة باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاب العلاوي على الساد. أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو تنبيه هام جدا بخصوص الفاش وفصل الفاش. مثل ما شرحنا لكم قبل أنه الفاش إلى موسمين بالسنة، موسم بالخريف لما يبدي الجو يبرد، أنه البيض والدود الناعم اللي نايم بالخشب يبدي ينتقل للطيور حتى يحصل على الدفئ، لكن انتهينا من عنده. وموسم او فصل الربيع، هنا فصل الربيع معروف انه كل الحشرات تبدي تفقس من بيوضها، وهذا الفصل انه الفاش اذا كان موجود بالقفص راح يبدي يفقس، راح تطلع صغار الفاش حتى تبحث عن الدم او عن الغذاء لها فتذهب الى الطيور. احنا هنا لازم نشتغل وقاية، مو علاج طبعا، هنا وقاية فقط يعني. واذا كان طيرك بيه فاش هنا راح ينجح عندك، واذا ما بيه انت ايضا اشتغل عليه للوقاية مثل ما قلنا لكم. هنا عندنا هذا البخاخ، هذا بخاخ موجود بكل مكان يتخفف بخل التفاح، يعني خل التفاح ماكو مشكلة اذا كان طبيعي او صناعي اللي متوفر بالاسواق. استكان خل التفاح، اي بما معنى الربع، كل ربع لتر نضيف الى 50 ملي جرام او 100 ملي جرام خل التفاح، يعني اللتر استكان خل التفاح كلش ممتاز، نخففه به ونرش الاقفاص مالتنا بعد ما ننظفها زين ونشيل الفرش مالتها بهاي الطريقة. ما تلاحظون هذا الرش خل التفاح راح يسحب القفص كله، راح يدخل بالمسامات اللي هي هاي اللي تحتوي اكثر شيء وتحوي البيوض مال خل التفاح، اللي عفوا خل البيوض مال الفاش راح يدخل لها هذا خل التفاح، راح يقتل هاي البيوض كلها، راح يقتل اليرقات الجديدة، راح يقتل الدود اللي موجود. ومثل ما قلنا لكم احنا للوقاية، يعني مو انت اليوم تقول ها انا طيري ما بي شيء نظيف ما تسوي، لا انت هم سوي للوقاية. هنا الشغلة ما بيها مضرة للطير، بالعكس خل التفاح راح يفيد لك الريش، راح يسوي لمعة بالريش وجمال للريش، لان هسه هم عندنا موسم تلك الطيور تحتاج فشي قوي ريشها. اكثر شيء تركزوا لي على المجاتم وعلى الارضيات. هسه كملنا هنا بعض وراح نخلي مي للطير يسبح به. هنا بعض الاصدقاء يقول ياب اذا احنا صيد طيرنا صيد جديد ما راح يسبح، ماكو مشكله ما يسبح، انت ترشه بخل التفاح جدا طبيعي. خليكم ويانا، خل اشوفكم شلون راح نرش الطير. رجعنا لكم اصدقائي، هنا انا فرشت القفص، طبعا اكد على فرش القفص، فرش القفص ضروري تبدله كل فترة معينة، يعني انت من يشوف القفص انه الفرش ماله توسخ لازم تبدله، لان التركه موجود. وهنا اكد على شغلة، استعمال الفرش استعمل ورق، الورق غير ثابت، يعني اليوم احنا خليناه مثلا 3 ايام 4 ايام راح نبدله، نذبه نخلص من عنده. البعض من الاصدقاء يستخدمون الكاربت او الفايبر انه يكون ثابت ويبقى بالقفص، هذا غلط، هذا يحوي ملايين بيوض الفاش وهو العنصر المساعد اللي راح يخلي الفاش يتكاثر، فالورق هو افضل شيء تبدله بين فتره وفتره. عندنا هذا البلبل، هذا بري ما يسبح بالقفص، انا طبعا خليت لهم خل التفاح بالمي شويه، اذا اراد يسبح يسبح، ما يسبح احنا راح نرشه مثل ما هسه تلاحظون، رش خفيف، هذا البطل تحولوا يرش خفيف حتى لا يأذي الطير. طبعا جو شمس هذا كلش كافي، يعني مو ترشه تنقعه وتخلي الطير انه ما يقدر، رش خفيف فقط هذا كلش كافي للطير، هو الطير راح يبدي يدشر روحه، يبدي يوزع بهذا اللي صار عليه المي ويوزعه على الفاش، او تلقائيا هو الفاش من راح يشتم ريحه الخل التفاح الماده الحامضيه راح يطلع من ريش الطير. شوفوا انا رشيته كانه ما مرشوش، يعني خفيف كلش صار عليه. ان شاء الله استفاديتم من الفيديو، تحياتنا لكم.